يا حتة هو استفزني، لا الغضب من الداخل، من ما احنا دايما نرمي المبررات على غيرنا. ما هو احنا لو هنلقي التهمة على الآخر ده مش صحيح. ليه؟ أنا اللي مسؤول عن قراري، أنا هغضب، هغضب بدرجة شكلها إيه، فما ما أقولش مراتي موتراني طول الوقت، ولادي مطلعين عيني وطول الوقت خناق، لا، ما هي في أساسيات مفروض تبقى موجودة في حياتنا هتخلينا نسلك بطريق مفهوش أن أنا أرمي على الآخر. والآية اللي بتقول اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ببساطة شديدة أني بتثبت لنا أن الغضب ده شيء طبيعي من حقنا، لكن ليه ليفل. أنا هغضب إمتى؟ ما ينفعش أنام أنا وجوزي وأنا غضبان عليه وجوايا مشاعر، والمشاعر دي لو أنا ما طلعتش زي الست الحكيمة دي عتاب رقيق في وقت مناسب الدنيا صفيت، لكن لو أنا نمت بمشاعري المشاعر دي هتتكتم جوايا، هتتكبت، ها ها ها، تتراكم، هتدي مرارة من جوه، تطلع بعد كده في أي موقف بسيط انفجار. فهي لا تغرب الشمس على غيظكم، وصية كتابية عشان إن إحنا ننام صافيين، مفيش في قلوبنا ناحية الآخر أي مشاعر، لازم نصفي أول بأول ونبقى عارفين تكنيك إزاي أنا أعاتب وأختار الكلام. يعني كانت في امرأة منظمة جدا جدا، هدومها كأنك في محل بقى، هنا البلوزات هنا، يعني كده هي منظمة. جوزها عكسها شاطر جدا في شغله، لكن هدومه اللي مش نظيفة في الدولاب اللي نظيفة، الدنيا بايظة جدا. المهم رجعت، راحت مشوار ورجعت لقت الدنيا يعني ايه منظر مستفز، هيستفز اي حد الحقيقه. قالت له من فضلك، سالته على حاجه، ممكن تشيل الاكل الباقي بعد ما تاكل تحطه في الثلاجه؟ انا رايحه جيم وراجعه. راحت 3 ساعات وجت لقيته نايم على الكنبه بيتفرج على التلفزيون. ف طبعا قدامنا 2 سيناريو، هي هتتوتر وهتقول له أسلوب في إدانة وتبقى متعالية عليه. طبعا هي في فروقات في الشخصية، الراجل ما عملش خطية إنه هدومه اللي مش مترتبة دي، هو اتربى كده، محدش علمه من صغره إن كل حاجة تبقى في مكانها. ناس كتير على هذا المستوى، مش خطية، أنت شخصية كمالية كل حاجة منظمة، إتس أوكي. التضارب في ده مش خطية، لكن هي لما جت تكلمه كان ممكن تقول له ايه، ازاي انت قاعد وما عملتش اللي قلت لك، شوف الترابيزة النملة عمل ايه في الاكل، انا مش عارف ايه 3 ساعات وانت قاعد. فهي بقى اختارت الطريق الحلو. قالت له حبيبي انا سبتك 3 ساعات، جيت لقيت الاكل زي ما هو، انا بتضايق من الحتة دي. انا